دشنت مبادرة حياة كريمة بالغربية أولى فعاليات مبادرة التعليم حياة بمحافظة الغربية، وذلك في مدرسة الشهيد طلبة السايح في قرية نهطاي إحدى قرى مركز زفتة، والذي يشهد أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها الأولى. هذا وقد تم إنشاء فصل التعليم الرقمي في أول مدرسة من المدارس التابعة لمؤسسة حياة كريمة، حيث تهدف تلك المبادرة إلى توفير بنية تكنولوجية للمدارس وتزويدها أيضا بخدمة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر. زي ما حياة كريمة بتهتم بالبنية التحتية وبتهتم بالحجر، كمان حياة كريمة بتهتم بالعامل الإنساني والاجتماعي. احنا جينا النهاردة علشان ننفذ أولى فعاليات مبادرة التعليم حياة، عملنا فصل رقمي في مدرسة الشهيد طلبة السايح. الهدف من الفصل التعليمي ان احنا نقدر طلابنا يقدروا ان هم يدخلوا على المنصة التعليمية اللي هي تعليمي، يقدروا يسجلوا عليها، يقدروا ان هم يشوفوا البرامج التعليمية بتاعتهم، كمان بالنسبة للمدرسين يقدروا يشوفوا الدورات التدريبية اللي ممكن يقدموا عليها او المنح اللي ممكن يستفادوا بيها. النهاردة حصل تغيير في كل حاجة، تغيير في الأساس. الطالب النهاردة بقى بيحزو بصراحة، يعني حاجة جميلة جدا ان الطالب بقى في مكان نظيف، بقى فيه تركيز على الـ 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 الأسر ذات نفسها، الأسر اللي هي الفقيرة والأسر اللي محتاجة طبعا دعم من الدولة. ما شاء الله فعلا حياة كريمة ما دخلتش البيوت بس، دخلت كل حاجة في الكرة، وفعلا بلدنا حسن النهطاية تبقى قرية جميلة جدا.